اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت من مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوبي مدينة بيت لحم شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وسط مواجهات عنيفة اندلعت مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل في بلدة بيت أمر شمالية مدينة الخليل، وشرعت بتفتيشها وتعمدت تخريب محتوياتها، في الوقت الذي اعتقلت عددا من شباب البلدة دون تهم واضحة لهم.